نبدأ مسائل على الإشعاع الطبيعي. طبعاً أنا حاط مجموعة من الأسئلة. هلأ أنا بدي أحط سؤال أول، الثاني، الثالث، الرابع، بعدين هون نطلع على الثامن، لأن أنا بركز على الفكرة ونفهم الفكرة هلأ، تمام؟ يعني برتب على الأفكار مش على ترتيب الموجودة عندكم في الدوسية. فنبدأ بالسؤال الأول، أي الأنوية الآتية تنتج عندما تضمحل نواة البولونيوم PO210-84 بعثة دقيقة ألفا؟ ممتاز، هو حكى لي ألفا. شوف يا جماعة، بدي أعمل لك زي ملخص صغير بس عشان يعني تكون حاط ببالك شو الإشاعات النووية اللي أخذناها مع الأستاذ. أخذنا إيه؟ أخذنا إشعاع الألفا 2×4 اللي هو يشابه نواة ذرة الهيليوم 2×4. خذ الملخص هذا عندك، تمام؟ راح أخليه على اللوح فترة عشان تقدر تاخذه. أخذنا إشعاع البيتا سالب 1/0 اللي ما بيطلع لحاله، بيطلع معه ضديد ناتريوم. ممكن أكتبه الكترون سالب 1/0 بيطلع معه ضديد ناتريوم. أخذنا إشعاع البيتا الموجب اللي هو الكترون بوزيترون سميناه موجب 1/0 بيطلع معه ناتريوم، تمام؟ وأخذنا إشعاع جاما 0/0 كمان في إشعاع ممكن يكون بروتون 1/1 أو إشعاع نيترون 0/1. كم عددهم؟ 1 2 3 4 5 6. بدنا نحفظهم زي اسمنا ونحفظ عددهم الكتلي وعددهم الذرية، لأساس لما يصير يقول لي هو ألفا أعرف لحالي كم عددها الكتلي والذري عشان أقدر أعمل التفاعل. راح أخليهم شوي على اللوح، تمام؟ وقف الفيديو، خذهم كلهم عندك وحطهم جنبك وانت قاعد بتحل الأسئلة، وبعد هيك خلاص بعد ثاني أو ثالث سؤال بتكون حفظتهم تماما. يلا نشوفهم. أنت بتحكي لي بدي إياك تبعث ألفا. طيب أني نواة اضمحلت تنتج نواة أو تضمحل نواة البولونيوم، هاي اضمحلت تبدأ فيها التفاعل، البي أو هاي 210/84 اضمحلت يعني تحللت أو أنتجت إشعاع. شو الإشعاع هذا؟ قال لي ألفا، ألفا 2×4 زائد في نواة هون مطلوب، هاي نواة نعرف أي واحد من هاي الأنوية الثلاث. هلا إحنا اتفقنا على إن إحنا نطبق مبدأ حفظ العدد الكتلي أو الكتلة ومبدأ حفظ العدد الذري اللي هو الشحنة، فعشان هيك طلع الطريقة السريعة. أنا بدي الأعداد الكتلية على يمين المعادلة تساوي الأعداد الكتلية على يسار المعادلة. العدد الكتلي هلا على يسار المعادلة 210، على يمين المعادلة 4، كم ناقصني؟ يعني طلع معادلتي 210 - 4 تساوي 206، وعندي 84 - 2 تساوي 82. إذا أنا بدور على الخيار هون 206 - 82 هو الخيار رقم 1، بي بي طبعا نظير الرصاص، تمام؟ فهمت كيف حليناها وركز كيف حليناها، عيد الفيديو إذا بدك عشان ترى بالضبط كيف حليناها، ولو قدام لسه راح يمر معنا أسئلة ثانية غير هاي. طيب في السؤال الثاني، يمثل الشكل المجاور اضمحلال نواة سيزيليوم أجمع ما يأتي. هاي نواة، هاي سي اس 137-55، إذا الرسم هون أرقامها مش واضحة تماما بتقدر تشوفها عندك في الدوسية اللي هو السؤال الثاني صفحة 13، تمام؟ وتابع معي وأنا قاعد بحل السؤال. الآن ما نوع الإشعاعات المشار إليها بالرقم 1 و2؟ طلع عندي شوي على الرسم، هاي إشعاع رقم 1 وهي إشعاع رقم 2. هلا إشعاع رقم 1 حول السي اس 137 - 137 وال55 حولها 56، زاد العدد الذري بمقدار 1 والعدد الكتلي بقي كما هو، تمام؟ والشعاع 2 هو نفسه 137 - 137 - 55 - 56 برضه زاد العدد الذري بمقدار 1 يعني نفسه. هلا بدي احكي لك اياه انه 1 و2 هم نفسهم اصلا، فبتعرف اشعاع واحد منهم خلص هو بكون نفسه الثاني. حاب تعرفهم باستخدام معادله بصير. في طالب بقول لك والله يا استاذ العدد الكتلي ظل ثابت وزاد العدد الذري بمقدار 1 اذا انبعاث بيتا السالبه، تمام ممتاز. في طالب لا اللي يعمل معادله صغيره هيك، السي اس 137 - 37 في 55، تمام؟ يمكن البخ القلم هون مش واضح، هي بدي اشتغل بهذا القلم. السي اس 137 - 37 في عندي ب 55 محلت منتجتا، خلينا ندرس هذا محلت منتجتا البي اي ستار مثاره، هيها 137 - 37 في 56، وبدنا نعرف شنو عدد محلال النتاج. زي ما تعلمنا قبل شوي لازم اعداد الكتلي قبل وبعد التفاعل تكون متساويه، 137 ناقص هذا السهم خليته يدل على الاشاره السالبه او طرح اساس اوازن المعادله، 137 - 137 تساوي 0، عندي تحت 55 - 56 تساوي -1، اذا محلال بيتا اللي ما بيطلع لحاله بيطلع معه ضديد نيترينو، اذا يمثل رقم 2 بيتا سالب 1 بصفر مع ضديد نيترين، ورقم 1 نفسه بيتا سالب 1/0 مع ضديد نيترين. طبعا انا كتبت هاي المعادله، انا مطلوب منك الفرع ج، بدنا نط عليها فرع ج اللي قاعد بحكي لك اكتب معادله موزونه لاضمحلال السي اس الى بي اي ستار، هيها سي اس الى بي اي ستار، هيك كتبت معادله موزونه وعرفت شو الاضمحلال طلع، اتفقنا اللي هو البيتا. احسب طاقه الفوتون المنبعث رقم 3. افهم علي، قلت لك عنه وانا بشرح يعني وانا بشرح المره الماضيه اللي شرحت لك انه اضمحلال جاما، قلت لك هذا السؤال بديهي يجيب لك اياه.
اذا طلع لي الاضمحلال الكلي هذا مره واحده انتج طاقه، او طلع لي بيتا السالب بتحمل طاقه نختارها 1.172 بالالف، وفي التجربه هاي لما انتج بيتا انتج تحمل طاقه مقدارها 511 بالالف، تمام. لازم يكون مجموع هدول الطاقتين، اتفقنا، الاولى والثانيه معطينا الطاقه هاي. فانا بكل بساطه بعمل حركه سريعه، راح امسك الميه ال 1.172 بالالف، هاي بكتب لك هون معادله 1.172 بالالف، اطرح منها ال 511 بالالف، بيطلع الجواب 661 بالالف. طبعا نفس وحده القياس ميجا الكترون فولت، لان لازم قلت لك مجموع هدول القيمتين يعطيك مقدار القيمه هاي، سواء محل بالطريقه هاي او على فترتين، او يعني هون محلال كلي انتج بيتا وانتهينا، هون محلال انتج بيتا وجاما، لازم يكون مجموع طاقه البيتا مع الجاما تساوي الطاقه اللي في الحاله الاولى. هذا كيف عرفت ان الفوتون حافظ على العدد الكتلي وعلى العدد الذري، فهو عباره عن جاما ونفسه الفوتون مطلوب منك في السؤال. طيب بدنا نمسح هدول يا جماعه، لانه خلص بعتقد ان احنا اخذناهم، تمام. ونشوف سؤال ثلاث. في سؤال ثلاث، تضمحل لي مواد اليورانيوم، اذا هسه مبدئيا هو بقول لي قاعد تضمحل لي هي اليورانيوم، يورانيوم 230 38 في 92، تضمحل باعثة، شو بتبعث؟ ركز معي، 6 دقائق الفا، انت لازم تكون عارف ان الالفا هي 2 في 4، حطيت قدامها 6 لانه كم حبة الفا؟ قال لي عندي 6 حبات، الان زائد شو بعثت كمان؟ بعثت 3 بيتا. اذا لو كان سالب كان حكى بوزيترون، بس هو سماها بيتا، اذا هي بيتا سالب، بيتا سالب 1/0. مع 3 ضديد نيترينو، يعني هسه ما بيأثر على المعادلة لأنه ضديد نيترينو عديم الكتلة وعديم الشحنة، يعني لا بيأثر لا على العدد الكتلي ولا على العدد الذري إذا متذكر، فإذا حاب ما فيش داعي نحطه. هلا بحكي لي جد A وزد للنيوان ناتجة، نتجة نيوان سميها X، إلها A وإلها Z، إلها عدد كتلي وعدد ذري، بده العدد الكتلي والذري. فهذا النوع من الأسئلة هلا ما بزبط أحله مباشر زي ما كنت أحل أنا وياك هون، يعني أنا هون حليته مباشرة لأنه فرق رقم واحد وسريع كان الحل. انا هون بدي اعلمك طريقه اسمها طريقه الحفظ. هلا بتشتغل على مبدئين حفظ، بتشتغل على مبدا حفظ الاي، بقصد بالاي اللي هو العدد الكتلي، ومبدا حفظ الزد، بقصد بالزد اللي هو العدد الذري. طلع علي، قبل التفاعل العدد الزد الكتلي عفوا كان 238، بعد التفاعل نشوف شو صار بالعدد الكتلي. صار عدد الكتلي هون 4، بس كم حبه الفا فيه؟ 6، اذا 4 ب 6 هي عندي ب 24. العدد الكتلي هون 0، 0 ب 3 لانه 3 بيتا، 0 ب 3 تساوي 0، هي 0 طبعا يساوي او زائد، لسه ضل عندي عدد كتلي هون اللي هو A المجهول. طبعا بكل بساطه رح ودي 4 اشياء على الجهه الثانيه، رح يبين معي انه A هي بدي احطها هون، A تساوي 2 1 4 214، هي طلع لنا عددها الكتلي. بطبق مبدا حفظ العدد الذري عشان اعرف عددها الذري، شوف قبل التفاعل كان 92، هو لازم يكون، تذكر انا رح اشرح مبدا حفظ الكتله والشحنه، لازم يكون مجموع العدد الكتليه قبل التفاعل تساوي مجموعها بعد التفاعل. 92 هون عندي 2 بس كم مره؟ 6 مرات، ف 2 في 6 تساوي 12، عندي سالب 1 في 3 تساوي سالب 3، هي عندي زائد الزد. خل ودي ال 12 على الجهه الثانيه بصير عندي هون 80 تساوي سالب 3 زائد زد، ودي سالب 3 على الجهه الثانيه بصير موجب، بتطلع زد تساوي 83، تمام. وهي 214، يعني هاي صفت عندي 214 وهي 83. طيب نكمل. اذا هاي طريقه حلي في حال انه طلب مني مثلا نواه مجهوله. هلا شو الافكار اللي بتجيني؟ شوفوا يا جماعه احكي لك اختصر عليك. مبدئيا يا سؤال بعطيك المعادله مكتوبه جاهزه، يا بعطيك الرموز في نص السؤال وانت بتحولها الى معادله عشان تقدر تحلها، تمام. هي اول فكرتين، يا بعطيني معادلة جاهزة بس انت تطبق عليها، تمام؟ يا بضطر، وانا هسا امثلتي كلها اللي على اللوح انا قاعد بخليك تضطر انت تكتب المعادلة، وكتابة المعادلة مش شيء صعب. خلصنا كتبنا المعادلة، شو المجاهيل؟ يا بتكون نيوان ناتجة مجهولة العدد الكتلي والذري بطلنك تطلعها، يا هي فكرة ثانية هون بدي اعطيك اياها، احسب عدد الفا وبيتا المنبعث، يعني بخلي الالفا والبيتا هذول عددهم مجهولة وبعطيك النيوان ناتجة وبطلب عدد الفا وبيتا، يعني ركز معي، يا نيوان ناتجة بتكون مجهولة عددها الكتلي والذري، يا بتكون مجهول عدد الفا وبيتا. طيب نشوف هاي. تورنيمات البروتكتينيوم بي اي 234 في 91 في احدى سلاسل اضمحلال اشعاعي بسلسله اضمحلالات تنتج نواة الرصاص. حلو، انت هسه خلينا نكتب لك معادله. انت بتحكي لي ان نواة البروتكتينيوم بي اي 230 34 في 91 مرت بسلسله اضمحلالات فانتجت الرصاص بي بي 210 في 82. احسب عدد جسيمات، هي قال لي شو اللي انبعث؟ هي قال لك انبعث الفا وانبعث بيتا، شو بده؟ عددهم. طيب يلا بقول له والله هي في الفا
2 بأربعة أنا حافظ، وفي عندي بيتا سالب واحد بصفر. قلت لك الآن ضديد النيوتريون فيش داعي في المعادلة إنك تكتبها، لأن بدك معادلة تكون موزونة وصحيحة، وطلب إنك أكتب المعادلة الموزونة وحطه. بس أنا ضديد النيوتريون ما بيأثر لا على عدد كتلي ولا على عدد ذري. بدك معادلتك صحيحة 100% بتحط ضديد النيوتريون، بس مبدئيا وأنت بتحل ما في داعي، لأنه ما بيأثر على عدد كتلي وذري. شوف عليه. بده عدد ألفا، بروح بحط قدام ألفا سين اللي هو عددها، هاي هون كنا نحطه 6 لأنه حكى لي 6 ألفا، بس هون سين مجهول لأنه عدد ألفا مجهول. وبحط قدام بيتا صاد كمجهول، أي رمز بدك إياه استخدمه. وبنطبق كمان مرة مبدأ حفظ العدد، حفظ الـ A وحفظ الـ Z، العدد الذري والعدد الكتلي. نبدأ بالعدد الكتلي. قبل التفاعل كان 234 يساوي، بعد التفاعل أستاذ صار 210، ممتاز. هون زائد 4 بس مضروب بسين، يعني 4 سين، لأن بدي أشوف كم سين، كم عدد ألفا. هون 0 بصاد يعني 0. هلا 210 على الجهة الثانية رح يصفي عنده، هون راحت ال 210 هي 24 وقسمت على 4، يعني 4 سين تساوي 24 على 4 على 4، إذا سين تساوي 6. إذا عدد جسيمات ألفا المنبعثة 6 جسيمات. شو بضل علي هلا؟ بيتا. بطبق بيتا ما ببين معك بالعدد الكتلي، لأنه عدد الكتلي كم يساوي؟ 0. ببين معك تحت في العدد الذري. هاي 91 تساوي، هاي عندي هون 82 وعندي 2 في سين. أستاذ ما أنت حسبت سين، سين كم طلعت معك؟ 6. ف2 في 6 هي عندي تساوي 12. في عندي سالب صاد، سالب 1 بصاد سالب صاد. هي عندي 91 تساوي هي 94 ناقص صاد على الجهة الثانية بصير سالب، بيطلع معي صاد تساوي 3 دقائق لبيتا. إذا واحد خطر الأستاذ، إذا طبقنا بدأ حفظ الزد في البداية، حفظ العدد الذري، بيطلع عندك مجهولين اللي هو سين وصاد. لهيك أنا بطبق في جسيمات ألفا وبيتا، بطبق مبدأ حفظ العدد الكتلي بالأول، لأنه يعني صافي مجهول واحد هو سين اللي هو عدد جسيمات ألفا. في سؤال 8 15، سلسلة الأكتينيوم تنتهي بنظير رصاص بي بي 207 في 82، احسب عدد جسيمات ألفا وبيتا المنبعثة. أوكي، تكرار للفكرة، إنه يطلب مني عدد جسيمات ألفا وبيتا المنبعثة هون في السؤال هذا. طبعا هو طالب ألفا وطالب بيتا. طبعا أستاذ الأكتينيوم النوال بدائية مش معطيني إياها، تمام. هو الأكتينيوم أحد النظائر اللي اتفقنا عليها، والأكتينيوم هو هيو 92 235. انتبه، يمكن بس شرحت انا درس الاضمحلال كنت حاطها 234، انتبهوا بالله يا جماعه انا مخبط فيها 235 اكتينيوم في اول درس فيزياء النواه، اتفقنا على عدد الكتلي والذري. ف في سلسله الاكتينيوم بدي ابدا يورانيوم 235 ب 92، اضمحلت هذه النواه منتجه رصاص بي بي 207 في 82، زائد قال لي انه في الفا وقال لي انه في بيتا. بيتا سالب 1 بصفر والألفا 2 في 4. طيب زي عملنا قبل شوي، بحط قدام هاي سين وقدام هاي صاد، وظيفة أوجد سين وصاد اللي هي عدد جسيمات ألفا وبيتا. يلا نطبق مبدأ، أول مبدأ حفظ له هو حفظ الـ A العدد الكتلي. قبل التفاعل كان عدد الكتلي 230 35 يساوي، عندي هون 207 زائد 4 سين هي 4 سين، وعندي هون 0 بصاد يعني عندي بصفر، تمام. هلا 207 على الجهة الثانية، هي أنا صار عندي هذا كمل هون 207 هي عندي على الجهة الثانية، بصير عندي 28 تساوي 4 سين بقسم الطرفين المعادلة، بتطلع سين تساوي 7. إذا عندي 7 دقائق ألف يا أستاذ. الآن نطبق مبدأ حفظ الزد اللي هو العدد الذري. قبل التفاعل كان 92، صار بعد التفاعل عندي 82، وعندي هون 2 في سين، ما إحنا حاسبين سين، طلعت 7. 2 في 7 هي 14 زائد سالب 1 بصاد سالب صاد، هدول مجموعهم بيطلع 92، هيدا كمل هون 92 تساوي 82، هي عندي هون 96 ناقص صاد، ودي على الجهة الثانية بصير سالب، بصير سالب 4، إذا سالب مع سالب بروح الجواب 4. إذا عدد دقائق ألفا كان 7 وعدد دقائق بيتا كان 4. نكمل حل مسائل، عندنا سؤال 6 صفحة 14. طبعا هذا السؤال سؤال كتاب، في حال رسمه سواء كانت في الدوسية أو رسم هون عندي على اللوح مش واضحة تماما، لأني حتى مش مكمل الرسمة، رجاء نشوفها في الكتاب اللي هو سؤال الكتاب، وبالدوسية هي واضحة، لو شفناها بالدوسية رح تكون واضحة إن شاء الله. يوضح الشكل المجاور إحدى سلاسل الاضمحلال الإشعاعي، هذا النوع من أنواع الأسئلة برسم لك سلسلة اضمحلال كاملة، تمام؟ أشبع ما يلي. خلينا وياك ندرس السلسلة قبل ما نبدأ. السلسلة هاي بدأت بعنصر عندك، إذا بتشوف الرسم وأنا قاعد بشرح افتحها في الدوسية أو حاول انتبه على الأرقام، رح أقرأ لك كل شيء بالرقم عشان تنتبه. يورانيوم 238 ب 92. أستاذ هذا اليورانيوم، هاي يورانيوم، احنا اخذنا سلاسل الاضمحلال بتكون ثلاث انواع، يا يورانيوم 238 ب 92 اسمها سلسله يورانيوم، يا بتكون يورانيوم 235 ب 92 اسمها سلسله
الاكتينيوم، يا بتكون ثوريوم اللي هي تي اتش 90:2-232. ففي اول سؤال لي اللي هي ما اسم هذه السلسله؟ كونها بدات بيورانيوم 238 اذا اسمها سلسله يورانيوم، لانها بدات بيورانيوم 238. طيب اين ظهر الرصاص الناتجه الاكثر الاتيه مستقر؟ طبعا بده نظير رصاص، احنا قلنا نهايه المتسلسل بتكون احد نظائر الرصاص، بدي اياك تطلع على اخر شيء في السلسله هيها. يعني موجود عندكم حتى اذا بتشوفها عندك تكون واضحه. البي بي 206 ب 82، فاكثرها استقرارا هو بي بي 206 82. لو طلبني تفسير بحكي لانها نهايه سلسله الاضمحلال، اخر عنصر في سلسله الاضمحلال كانت هي، فهي الاكثر استقرارا. البي بي 210 وبي بي 214 موجودات ضمن التتبع، اذا بتتبعهم هون بتلاقيهم، تمام؟ هلا بكونهم ضمن السلسله هم غير مستقرين، تمام؟ لانهم ضلوا يبعثوا اشعاع، فالاكثر استقرارا هو نهايه سلسله الاضمحلال. كم عدد دقائق الفا وبيتا المنبعثه نتيجه اضمحلال نواه اليورانيوم 238؟ شوف بتعلم لك اياها انا على الرسم عشان تشوفها، هاي يورانيوم 238 هاي اللي هي بدايه المتسلسله، الى نواه البي او 218-84، هاي البي او 218-84، حددهم انت عندك كمان بالدوسي او بالرسم عشان تشوفهم. طيب هلا الحلو انه معطيني قياس رسم في الكتاب، معطيني انه السهم اللي في داخل هاي المتسلسله اللي هيك هذا يمثل اضمحلال الالفا، والسهم اللي عكسه هيك بيجي هذا يمثل اضمحلال بيتا. طبعا انا مش راسم السينات والصادات شو هي يا جماعه، بس بالعاده السينات والصادات بيكون مثلا هون في عندي الان عدد نيترونات وهون زد عدد البروتونات، او ممكن احط هون العدد الاي عدد كتلي وهون احط زد عدد البروتونات، اوكي؟ طيب هلا انا مش مهتم بالاي وزد لانه الارقام هاي كلها معكم، يعني في نفس السؤال حاطط لكم الارقام هاي كلياتها وكاتب جنب كل عنصر شو عدد الكتلي والذري. طيب اذا السهم زي هيك بمحلال الفا، السهم العكسه هيك بيتا، اذا بدي احول اليورانيوم تصير البي او 218 زي ما انت طالب، بدي اعد الاسهم اللي هيك لان تمثل الفا، عد معي، هي سهم اول، هي اثنين، انا بعد هيك، هي ثلاث، هي اربعه، هي خمسه، اذا كونه عندي خمسه اذا بحكي له في عندي خمس جزيئات او جسيمات الفا. هلا طالب بيتا اللي هيك بيتا، انا عندي ضمن هذا الاضمحلال في ثنتين عكسه اللي هو جنوب مثلا شرق، والثنتين الجنوب شرق هم يمثلوا بيتا، اذا عندي اثنين بيتا. طبعا سالب واحد بصفر جاما، الفا اثنين في اربعة. اكتب معادله نوويه موزونه تمثل اضمحلال المذكور في الفرع السابق. طيب انت بلشت باليورانيوم 230 38، كثير سهل الموضوع هذا، ب 92 حكت لي انها اضمحلت فانتجت البي او 218-84، وشفنا من الرسم انها انتجت 2 بيتا سالب 1 بصفر مع 2 ضديد نيترينو بتابعوا البيتا زائد 5 الفا 2 في 4. طيب هلا هي المعادله كان بقدر اكتبها انا اصلا واطلع اطلع الفا وبيتا بدون رسم، بس الرسم هو ساعدني في حل السؤال فصار السؤال اسهل شوي. لما عدد الكتل والذره اللي نواه الناتجه من سلسله اضمحلالات تمر فيها نواه الار اي بعدها 5 دقائق الفا و3 دقائق بيتا. طبعا انت الار اي هي موجوده عندك بالرسم، بتقدر تعد اذا بدك عبال ما توصل لعبال ما تعد، يعني عدد الفا يعني تيجي تعد هيك مثلا، هي الار اي 1 الفا 2 ضلك عدها ما توصل ل 5 الفا وتكون وقتها ماخذ 3 بيتا، بس انا بدي احله على شكل سؤال، يعني لو اجاني سؤال زي ما تعلمنا نكتب معادله سريعه، راح احكي انت بدك الار اي 200 26 ب 88 تضمحل منتجه، يلا 5 الفا هي 5 الفا 2 في 4 زائد 3 بيتا، 3 بيتا سالب 1 بصفر مع نواه اكس الها اي وزد، بدك عددها الكتلي وعددها الذري، هيك المطلوب. مطلوب السؤال نطلع العدد الكتلي والذري نواه الناتجه، ومر علينا سؤال زي هذا، موضوع بسيط. مطبق مبدا حفظ الاي والزد، بديش اطبق قانون كامل، بدنا نحل على السريع، حفظ الاي عدد كتلي قبل التفاعل كان 220 26 تساوي بعد التفاعل 4 ب 5 هي عندي 20 وعندي 0 ب 3 هي زائد 0 زائد الاي اللي هو عدد كتل النواه هي المجهوله، ال 20 على الجهه الثانيه، اذا بنستنتج انه الاي لها لازم يكون يساوي 206. بدي اطلع الان على حفظ الزد، اطلع عددها الذري قبل التفاعل كان 88 العدد الذري كامل يساوي هي 2 في 5 عندي 10 عندي سالب 1 3 هي سالب 3 طبعا زائد زد 10 ناقص 3 بتطلع 7 على الجهه الثانيه بصير سالب بتطلع زد تساوي 81. طيب هلا نيجي للسؤال، انا عايد الفكره هاي كمان مره بس بهذا السؤال، هذا السؤال سؤال كثير حلو فانتبه له، واذا بيجي له ممكن يجي سؤال فكره زي هيك لانه هو راح يقيمك فهون انت فاهم هذا الكلام او لا. الفكره بس هون ما فيش مقياس رسم جاهز زي هيك اللي تعرف مين الفا ومين بيتا على السريع، فبدها شويه شغل.
اول شيء في عندنا هون في السؤال في عندنا هون N اللي هو عدد نيوترونات وعندنا هون يا جماعه Z اللي هو عدد البروتونات. والسؤال بحكينا يمثل الشكل السلسله بمحلال بدات في X اللي هي النواه الثقيله الاقل استقرارا وانتهت بالM اللي هي النواه الاكثر استقرارا. فطالب مني الفرع الاول ما عدد الكتل النواه Y، هاي النواه Y. طيب هلا بكل بساطه النواه Y هاي انا كثير سهل اني اعرف عدد الكتل من الرسم، كونه معطيني N عدد نيوترونات 83 ومعطيني كمان الزد تبعها اللي هو 58، فبقدر هون اقول له انه العدد يساوي 58. بعدين انا بدي اجمع 58 مع 83 اللي هي 140 41، فهيك عرفت عددها الكتلي وعرفت عددها الذري. هو طالب بس عددها الكتلي، بس انا طلعت كل شيء من الرسم. تذكر انه هو الزد يمثل عدد الذري ومجموع الان والزد بعطيك العدد الكتلي. ما عدد دقائق الفا وبيتا السالبه المنبعثه من هذه السلسله؟ هلا لو معطيني مقياس رسم زي هيك انا بقول لك بحط ايدي في ايدك وبقول لك مباشره عد، يعني بدك تحكي لي الفا تنتين تلات تلاته الفا وحده بيتا. بس مشكله السؤال فيش في مقياس رسم، فانا لحالي لازم اعرف لازم احدد. كيف استاذ احدد؟ ركز معي بس شوي. طلع الحل انا وياك هون افهمك شغله. اثناء تحول الاكس او بمحلال اكس الى واي ظهر السهم هذا اللي هو جنوب غرب هذا السهم. طبعا هذا السهم نفس هذا، هي بحط عليهم نقاط، هذا اللي انا نقطته وهذا السهم وهذا السهم كلهم نفسه نفس السهم او نفس الحاله. يعني اذا عرفت هذا شو يمثل بمحلال شو بكون نفسه بمحلال هذا نفسه بمحلال هذا، بس طبعا بيفرق عنه هذا السهم، هي نقطته باللون الاخضر، هذا على شغل على جنب. بدي اشوف شو الشيء اللي خلى اكس تتحول الى واي. الاكس الان اذا طلعت بس على عدده هون عندي 85 وعندي عدده هون 60، يعني انا بدي اجمع 85 145 140 45 وعدد الذري للاكس كان يساوي 60. بمحلت نواة الاكس الى واي، واي قبل شوي طلعنا انا وياك عدد الكتلي والذري 140 41 و58. بدنا نشوف شو بمحلال هذا. فهمت الفرق عن هون؟ هون فرق انه مقياس الرسم جاهز، مش شرط كل واحد تعرفنا الفا او بيتا. هون انت مضطر تعرف كل بمحلال بحد ذاته شو يمثل، تمام؟ كيف باستخدام الاعداد الكتلي والذري وتمام معادلتك كامله. يعني هون انا بدي احكي اتزان سريع لحفظ الاي والزد، 145 ناقص 141 هي تساوي 4، وفي عندي 60 ناقص 58 تساوي 2. ممتاز، اذا 2 اذا هي تمثل الفا. طلع خلص انتهينا. اذا انا طلعت انه هذا المحل يمثل الفا، مش بس هذا الفا، طلع لي على اللوح هذا الفا وهذا اللي زيه الفا وهذا اللي زيه الفا. اذا عدد دقائق الفا 3000. شو ضل علي اتاكد من هذا؟ هلا في واحد رح يقول لي استاذ خلص مبينه بيتا، بس طلع لي شو رح يصير فيك هسه اذا انت متاكد انها كثير بيتا. الزد اضمحلت منتجه دبليو. تعال نطلع على زد، عندي هون 81 وعنده هون 56، 130 37 وعددها الذري يساوي 56. تعال نشوف الدبليو، عندي هون 79 وعندي هون 58، 79 زائد 58 130 37، وفي عندي هون عددها 58. يلا نشوف شو انتجت. 137 ناقص 137 صفر، انتهينا. 56 ناقص 58 سالب 2، استنى استاذ، ما فيش مرش علي شيء سالب 2 بصفر. بس في عندنا شيء واحد بالمحللات الستة اللي قلت لك لازم تحفظهم. الشيء الوحيد اللي بيكون تحت سالب وفوق صفر هو البيتا، بس لازم يكون سالب واحد. إذا كم دقيقة بيتا عندي هون؟ دقيقتين، كون سالب 2، في ما فهم علي، يعني طلع معك سالب 3 بصفر، شو هاي؟ 3 بيتا، سالب 1 بصفر، بس كم وحدة فيه؟ 3. انا طلع معي سالب 2 بصفر، انا بعرف انه البيتا هي سالب 1 بصفر، بس كم وحده فيه؟ في ثنتين. اذا هذا السهم يمثل ثنتين بيتا، اذا 2 بيتا عدد دقائق بيتا يساوي 2 بيتا. دير بالك لا تاخذ قرار بسرعه، اشتغل بس اول بمحلال مثلا هيك اتجاهه بتعرف كل المحلالات نفس الاتجاه، اشتغل بمحلال اللي هيك اتجاهه بتعرف كل المحلالات اللي كان اتجاه هيك، يعني كملت الرسم كان كملت على بيتا. ما رمز العنصر عنصر اكثر استقرارا نهايه سلسله الاضمحلال اللي هو عنصر الام، هو العنصر الاكثر استقرارا لانه هو الدائم استقرارا لانه هو دائما نهايه المتسلسله. في سؤال 7-14 اكمل المعادلات النوويه التاليه، معطينا مجموعه معادلات نوويه وطالب منا ان نكمل حلها. نيجي على المعادله الاولى، طبعا ما في داعي اطبقهم لحفظ الطاقه والزخم زي ما تعلمنا لانه هون يمكن حل سريع، انا عندي مجهول واحد بس. المهم هلا لازم اقول له مجموع الاعداد الكتليه قبل التفاعل تساوي مجموع الاعداد الكتليه بعد التفاعل. طلع شو بدي اسوي؟ 12 ناقص 12 تساوي 0 و6 ناقص 6 تساوي 0. بدي احد اشعاعات نوويه بنعرفها تساوي 0 0 اللي هو الجاما، اللي ناسيهم هي بنحطهم هون. قلنا الالفا 2 في 4، قلنا البيتا سالب 1 في 0 بتطلع معاه ضديد نيوترينو، عندنا البوزيترون موجب 1 في 0 بتطلع معاه
نيتينو هاي أول واحد، هاي الثاني وهاي الثالث، والرابع جاما صفر بصفر، والخامس نيتون صفر بواحد، والسادس بروتون واحد بواحد. واحد هدول الستة رح يطلع معك. نكمل، فيش غيرهم، ستة هدول. هاي هم كثالث مرة بعطيك إياهم وبركز عليهم. هون 14 ناقص 14 تساوي صفر، وعندي 6 ناقص 7 تساوي سالب 1. هاي عندي أنا 6 ناقص 7 سالب 1، سالب 1 بصفر اللي هو بيتا، تكافئ بيتا، واللي بيطلع معاه زائد ضديد النيترينو. الآن هون 14 ناقص 14 هي تساوي صفر، وهي عندي 7 ناقص 6 أستاذ موجب 1. هلأ موجب 1 بصفر اللي هو البوزيترون اللي بيطلع معاه النيترينو. حكيت لك الشحطة هاي عشان تتذكر الأنتي، هاي بتكون مع السالب تبع هاد. إذا موجب بيش معي شي خلاص نيترينو، هذا أنتي نيترينو أو مضاد أو ضديد نيترينو، وهذا نيترينو. نيجي هون بالمتفاعلات، عندي مجموع قيمتين 2 زائد 3 تساوي 5. هلا الخمسة كلها ناقص 4 تساوي 1. عندي هون 1 زائد 1 تساوي 2، 2 ناقص 2 تساوي 0، 0 ب 1 اللي هو نيترون. نيترون. طيب عندي هون 18 ناقص 17 فيها ب 1، وعندي 9 ناقص 8 فيها ب 1، 1 ب 1 اللي هو بي اللي هو البروتون. عندي هون 109 ناقص 1 108، 47 ناقص 0 47. هلا انا بالعاده المفروض احط هاي اكس لانه ما مجهول بعرف شو هي، انا مش عارف كل اعداد الكتلة والذريه لكل انويه، بس كونه في ثبوت بالعدد الذري واختلاف العدد الكتلي اذا هي النظير استاذ نفس الرمز اي جي. نفس الشيء ركز، صدور النيترون عن النواه يؤدي الى انتاج النظير، تمام؟ كم ربعي صدور نيترون عن النواة ينتج نظير، لأنه ما بيغير من العدد الذري. النيترون صفر عدد الذري وعدد الكتلي واحد، وبغير بس عدد الكتلي فيصدر نظير. هون عندي مجموع بالمتفاعلات 3 زائد 3 تساوي 6، 6 ناقص 4 تساوي 2. بعدين عندي كمان مجموع بالمتفاعلات 2 زائد 2 تساوي 4، 4 ناقص 2 تساوي 2. ستوب شوي، 2 ب 2 فيش يصير شيء 2 ب 2 بالمتفاعلات أخذناها، بس في طلع لي على البروتون. البروتون يا جماعة واحد بواحد متساويين عدد كتلي والذر والذري عنده، وهون هي هم متساويين، بس هو مضروب اثنين مضروب اثنين، اذا عندي اثنين بروتون واحد بواحد، اذا اثنين هذا الشيء لهيك وحط اثنين بروتون واحد بواحد. استاذ كيف بدي اعرف؟ طيب انا بدي احكي لك كيف تعرف. كل واحد مميز، يعني عدد فوق ضعفه، عدد سالب فوق صفر، موجب فوق صفر، صفر بصفر، صفر فوق واحد، واحد بواحد. يعني مثلا اعطيك مثال، مثلا انا واقع بشتغل بمحلال طلع معي الجواب 4 ب 8، وفي شيء 4 ب 8 لا، بس في شيء عدده فوق ضعفه اللي هو الالفا، بس الالفا شو هي؟ 2 في 4، اذا مضروب 2، 2 في 2 4، 4 ب 2 8، هي وصلت لها. اجاني مثلا سالب 2 ب 0، وفي شيء سالب 2 ب 0 لا، بس في شيء تحت سالب فوق 0، بس كم حبه في؟ ثنتين، اذا 2 بيتا سالب 1 ب 0، وقيس على باقي الكلام. اوكي، هاي فكره مكرره في سلسله محلال الثوريوم، أخذ جزء من هذه السلسلة، كانت الإشاعات النووية خلال هذه الفترة، هي معطيك إياهم. طيب جد العدد الكتلي والعدد الذري للنواة الناتجة. طيب نواة الثوريوم أنت بتقول لي إنها 232، بقدر ما يعطيك إياها، قول لي من سلاسل المحلال لازم تكون عارفينها، في 90 أنتجت ألفا، عد معي 1 2 3 4، 4 ألفا 2 في 4 زائد بيتا، عد معي 1 2 3 3 بيتا سالب 1 بالصفر. اكيد في ثلاث ضديد نيترينو بس بياثرش على المعادله من ناحيه حفظ العدد الكتلي والذري، مع نواه ناتجه اكس الها A والها زد، وبدك A وزد. قلنا يا جماعه بنطبق مبدا حفظ حلينا عليها كثير، حفظ الA العدد الكتلي قبل التفاعل كان 230 32 تساوي 4 ب 4 هي 16، و 0 ب 3 هي 0 زائد الA، هي 16 على الجهه الثانيه، في عندي 10 بتصير 200 1 6، 216 تساوي طبعا A، هي A لها تساوي 216. بدنا نطبق مبدأ حفظ الزد لعدد الذري عشان نطلع عدد، طبعا هاي خلصنا عددها الكتلي 216. طيب تحت 90 تساوي 2 في 4 هي 8، وهي عندي سالب 1 3 هي سالب 3، وعندي زائد الزد. هلا 8 ناقص 3 90 تساوي 5 زائد زد، 5 على الجهة الثانية، إذا الزد تساوي 5 و80. إذا باجي هون بشيل الزد وبقول والله تساوي 5 و80. يعطيكم العافية.